وهنروح تحديدا لاسيوط. ومعروف ان اسيوط من المحافظات المشهوره بانتاج الرمان بجوده عاليه، عشان كده هيتم انشاء منطقه لوجستيه للرمان في محافظه اسيوط لزياده معدلات التصدير، ويكون في كمان قيمه مضافه لصادرات الرمان من مصر. يعني دي فقره خاصه عن الرمان ولمحب الرمان. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموضوع ده من الاستاذ ممدوح حماد، وكيل وزاره التموين في محافظة أسيوط. صباح الخير يا أستاذ ممدوح. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، صباح الخير يا أستاذ يومان، بصب على كل مشاهدينكم، بصب على كل مصر، صباح الفل يا فندم. إيه الأهداف اللي الدولة حطاها علشان نعمل منطقة لوجستية للرمان في محافظة أسيوط؟ قبل كده المشهد بتاع الرمان كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي؟ لما اجي اتكلم في الاول يا فندم عن المنطقه اللوجستيه دي، باذن الله هيتم اقامتها في المدينه الصناعيه بالكوم الاحمر في مركز البدائل. السبب في اقامه المنطقه اللوجستيه دي يا استاذ مصطفى ان الدوله عايزه تدي قيمه مضافه لصادرات مصر من الرمان. المنطقه اللوجستيه دي بيتم انشاء على مساحه حوالي 40 فدان، تم تخصيصها من هيئه الاستثمار سنه 2014. السنه دي بفضل الله وبتوجيهات اللواء عصام سعد وبالتنسيق مع وزاره التموين المتمثله في الدكتور علي مصلحي واللواء عصام سعد، تم تخصيص حوالي 100 مليون لترفيق وتركيب وتوصيل المرافق في المنطقه دي. باذن الله سيتم اقامه مصنع لتصنيع الرمان في المنطقه اللوجستيه على مساحه حوالي 30,050 متر. الهدف من اقامه المصنع ده استاذ مصطفى ان يتم فيه فرز وعصر وتعبئه وتغليف الرمان. والسبب في اقامه المصنع ده في المنطقه دي بالذات يا استاذ جمان ان مركز البداري بيزرع حوالي 7,000 فدان رمان. ما اجي اتكلم عن انتاجيه الفدان بتبلغ حوالي 20 طن من الرمان سنويا، انتاجيه الفدان. وكمان لو باذن الله لما يتم انشاء المصنع ده ممكن نجذب الانتاج مركز منفلوط ومركز صدف، ودول برضو من المراكز عالية الانتاج في انتاج الرمان. بفضل الله في المصنع ده هيتم انتاج عدة منتجات، اما دبس الرمان وعصير الرمان، وكمان الناتج التصنيعي يا فندم يتم استخدامه في مصانع الاعلاف. طيب استاذ ممدوح، يعني برضو حابين نعرف من حضرتك، هتتكلم عن انشاء مصنع عشان يبقى فيه منتجات عشان نقدر نحقق القيمه المضافه، بس مهم جدا عشان نقدر نحقق ده ونحقق ان احنا يبقى عندنا منتجات نقدر نصدرها للخارج، لازم يبقى فيه تكنولوجيا عاليه موجوده في المصانع دي. فخليني اعرف من حضرتك رؤيه تطبيق الجانب التكنولوجي في هذه المصانع. طبعا بفضل الله وبتوجيهات اللواء عصام سعد هيتم انشاء المصنع ده على اعلى ميكنه. وعايز اقول لحضرتك السبب في انشاء المصنع في المنطقه دي، تمام، ارتباط المنطقه دي بشبكه مواصلات عاليه جدا تربط المنطقه الصناعيه بجميع القرى والمزارع المحيطه بالمصنع ده. كمان حاجه ثانيه، تم انشاء سوق على مساحه 5 فدادين بيتم تجميع فيه الرمان باذن الله وتوريده للمصنع ده. وكمان حاجه ثانيه، بدل ما توجه بوليم الرمان والتجار ياخدوه يصدروه للخارج في صوره منتجات، لا انا استفيد به كدوله واعلي به القيمه المضافه لانتاجيه الرمان والدوله تستفاد به اكثر من التصدير للخارج. طب كلمني عن ردود الافعال، الاهالي عملوا ايه؟ الناس في منفلوط بالذات، وعارفين الرمان المنفلوطي من اجود الانواع، يعني التجاوب كان عامل ازاي في ظل وجود او انشاء هذه المنطقه اللوجستيه الجديده؟ عايز اقول لحضرتك يا فندم ان الدول التجار والاهالي في البدايه، رحبوا جدا بالمنطقه دي لسبب واحد،
بدل ما التاجر اللي هياخد الرمان ويصدر للخارج وبياخده بثمن بخس، لا المصنع هيستفاد منه والاهالي هتستفاد منه والدوله نفسها هتستفاد منه. طب هل في جدول زمني لافتتاح هذه المنطقه عشان تقدر تقدم كل هذه الخدمات والعماله كمان يا فندم؟ واحنا بنتكلم على مصانع فيها كمان جانب كبير من التكنولوجيا، لازم يكون في كمان عماله مدربه. هو توجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط ان يتم بقدر الامكان انشاء المصنع في اسرع وقت، تمام، وده بدوره هيجذب عدد كبير من العماله سواء من مركز البادره او من المراكز المحيطه بيه يا فندم. طب والعائد اللي احنا مستنيينه هيبقى عامل ازاي؟ احنا بنتكلم في الوقت الراهن، لكن مستقبلا هنعمل ايه؟ يعني متوقع قد ايه؟ في ارقام على القصه دي ولا لا؟ ما اجي اتكلم زي ما قلت لحضرتك يا استاذ مصطفى ان مركز البداري بس لوحده بيزرع 5000 فدان، انتاجيه الفدان الواحد 20 طن، طبعا باذن الله هيتم تجميع كميات كبيره، وكمان زي ما قلت لحضرتك هيتم تجميع انتاجيات مركز صدفه ومركز منفلوط، وده بدوره بيعلي انتاجيه المصنع باذن الله، وبدوره بيعلي القيمه المضافه لانتاجيه الرمان، وبدوره الدوله طبعا هتستفاد منه. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ممدوح حماد وكيل وزاره التموين باسيوط، شكرا ليك يا فندم.